السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في سيستم جديد من البودي سيستمز، هو النيرف سيستم. هدفنا في محاضرة النهاردة إننا نتعرف على الاستراكشرال والفانكشنال يونتس أوف نيرف سيستم، إننا نعرف الكلاسيفيكيشن أوف نيرف سيستم، تقسيم النيرف سيستم الأناتوميكال والفسيولوجيكال كلاسيفيكيشنز. بعد كده نتكلم على الإكزيتابل تيشوز، النيرف والمسل، نعرف النيرف بروبرتس، ونتكلم بعد كده بالتفصيل عن الاكشن بوتنشال اللي هي الالكتريكال تشينجز اللي بتحصل في النيرف وبتحصل في المسل، وازاي الالكتريكال تشينجز دي بتتنقل من النيرف للمسل اللي هو النيورو ماسكولار ترانسميشن، وازاي المسل تترجمها لكونتراكشن اللي هو الاكزيتيشن كونتراكشن كوبلنج. structural and functional units of nervous system. طبعا كلنا عارفين ان الوحده البنائيه للجسم هي الخلية، وبالتالي الـ structural unit of nervous system هي الخلية العصبية neuron، يبقى neuron هي الـ structural unit of nervous system. أيا كان نوع النيورون ديت، هل هي unipolar أو bipolar أو multipolar. unipolar يعني طلع منها تفريعة واحدة اتقسمت للدندرايت والأكسون، bipolar يعني طلع منها تفريعتين، تفريعة الدندرايت وتفريعة الأكسون، مالتي بولر يعني طالما تفريعات كتير دندرايتس بالاضافه للاكسون. ده بالنسبه للاستراكشرال يونت. الفانكشنال يونت هي الوحده الوظيفيه. احنا عارفين ان وظيفه الجهاز العصبي استقبال سنسيشنز او ارسال اوردرز، واللي بيؤدي الوظيفه دي او اللي بيتحكم او اللي بيستقبل السنسيشن فعليا ويبعت اوردر هو السنتر. وبالتالي عندي سيمبلي الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم هي الريفلكس اكشن، لان ده يعتبر ملخص او خلاصه الفانكشن اللي بيقوم بها الجهاز العصبي، دي الاستقبال والارسال عن طريق الكنترول اللي بيحصل في السنتر. الريفلكس اكشن بيحصل عن طريق ريفلكس ارك للقوس العصبي اللي هو بيتكون من ريسبتور افيرنت سنتر افيرنت افكتور اورجان. الريسبتور اللي هو النهايات العصبيه للخليه الحسيه السنسوري نيورون، سنسوري نيورون دي اللي هتستقبل السنسيشن، يبقى وظيفه الاستقبال بتقوم بيها السنسوري نيورون اللي بسميها افيرنت نيورون، بافيرنت الاولها ايه دي سنسوري نيورون هتستقبل سنسيشنز. فالنهايات بتاعه الاكسون بتاعها بتبقى عباره عن ريسبتور، الريسبتور دوت هو اللي لما هيتنبه للسنسيشن هيحولها لإلكتريكال تشينجز تتنقل في صورة الأكشن بوتنشال. دي وظيفة مين؟ السنسوري نيرف. بينقل السنسيشنز منين؟ من البريفري للسنتر، من بره من عند ريسبتورز يوصلها للسنتر. السنتر هو اللي هيستقبل السنسيشن ويبعتها للموتور نيورون. موتور نيورون هتبعت أوردر للإفكتور أورجان، ممكن يتفرق الاورجان ده يكون ماسل يكون جلاند، هو ده اللي هيديني الريسبونس. يبقى اتجاه الترانسميشن في الافيرنت سنسوري نيورون من البريفري من الريسبتور تورد ذا سنتر، اتجاه الترانسميشن في الافيرنت، افيرنت الاوله ايه دي الموتور نيورون، موتور نيورون اسمها افيرنت نيورون، اتجاه الترانسميشن في الموتور نيورون يكون من السنتر تورد ذا بريفري، لان ده اللي هيوصل الاوردر للافكتور اورجان. طبعا هي النهايات العصبية بيبقى فيها كيميكال ترانسميتر اللي هو هيطلع على الافكتور اورجان عشان يديلي ريسبونس. يبقى الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم هي مين؟ هي الريفلكس اكشن. ريفلكس اكشن هو خلاصة الوظائف اللي بيقوم بيها الجهاز العصبي، استقبال وارسال عن طريق الكنترول اللي بيحصل في السنترز. ريفلكس اكشن بيتم عن طريق الريفلكس ارك القوس العصبي اللي بيتكون بالترتيب كده من ريسبتور اللي هي النهايات الخلية الحسية، وبعد كده افيرنت نيورون اللي هي الخلية الحسية السنسوري نيورون اللي بتنقل السنسيشنز من البريفري للسنتر، بعد كده السنتر. السنتر ده اللي هيستقبل وده اللي هيرسل، هيرسل لمين؟ للموتور نيورون. موتور نيورون اسمها هنا افيرنت نيورون، افيرنت نيورون اللي هي بتنقل الاوردر من السنتر للبريفري. مين اللي هيأدي الوظيفة في الآخر؟ والإفكتور أورجن، ده اللي هيديني ريسبونس.
classifications of nervous system. احنا عندنا نظرة الاناتومي للسيستم تختلف عن نظرة الفسيولوجي لنفس السيستم، وبالتالي في عندنا اتنين classifications للنيرفوس سيستم: anatomical classification و physiological classification. الاناتومي بينظر للأورجان كستراكشر كجروس بيكتشر، والفسيولوجي بينظر للأورجان كفانكشن. يبقى لو جينا نشوف الاناتوميكال كلاسيفيكيشن هي متقسمة على حسب الاستراكشر اوف نيرفوس سيستم. السنترال بارت او المين بارت هسميه السنترال نيرفوس سيستم، والتفريعات او البرانشات اللي طالعة من السنترال بارت دوت هسميها البريفرال نيرفوس سيستم. وبالتالي الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اوف نيرفوس سيستم عبارة عن سنترال نيرفوس سيستم بيتكون عندي من برين وسباينال كورد اللي هو السنترال بارت اللي موجود عندي في السنتر، اللي هو يعتبر المين بارت المين كومبوننت اللي بيطلع منه تفريعات البريفرال نيرفوس سيستم. بيتكون البرين عندي بيتكون من سيريبرم اللي هو التو هيمسفيرز سيريبيلم والبرين ستيم، والسباينال كورد بيتكون عندي من 31 سيجمنت 31 سيجمنت according to level. عندها السيرفايكال سيجمنت الثراسيك اللمبر الساكرال الكوكسيجيال according to the level. عندنا 31 سيجمنت في السباينال كورد. يبقى كده السنترال نيرفوس سيستم من الاناتوميكال فيو عبارة عن برين وسباينال كورد، برين السيريبرم السيريبيلم برين ستيم، والبرين ستيم عندنا 100 برين بونز مضل اللي هو جذع المخ، والسباينال كورد 31 سيجمنت. البريفرال نيرفوس سيستم فروم اناتوميكال فيو عباره عن التفريعات اللي طالعه من البرين او من السباينال كورد. البرين في عندي 12 بير من كرينيال نيرفس، 12 كرينيال نيرف رايت و12 كرينيال نيرف ليفت، والسباينال كورد طالع منه 31 بير من السباينال نيرفس. سباينال نيرف في 31 في 31 سباينال نيرف رايت و31 سباينال نيرف ليفت. في عندنا 12 بير كرينيال نيرفس و31 بير سباينال نيرفس، ده البريفرال نيرفوس سيستم. تاني ديت الاناتوميكال كلاسيفيكيشن على حسب الاستراكشر اوف نيرفوس سيستم. عندنا سنترال نيرفوس سيستم يشمل البرين بمكوناته مع السباينال كورد بالسيجمنتس بتاعته. البريفرال نيرفوس سيستم التفريعات او البرانشز او الاعصاب الطرفيه اللي طالعه على مستوى البرين او على مستوى السباينال كورد. عندنا 12 كرينيال نيرف، 12 بير من الكرينيال نيرفس و31 بير من السباينال نيرفس. الفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن زي ما اتفقنا ان الفيسيولوجي بينظر للفانكشن اوف ذا سيستم، وبالتالي الفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن هقسم عندي الجهاز العصبي according to the function. في عندي جزء له sensory function وجزء له motor function. ما هو المين function للجهاز العصبي استقبال sensation ارسال orders. لا يستقبل sensation يبقى ده sensory part of nervous system، واللي هيرسل orders ده هيبقى motor part of nervous system. sensory part هيبدأ عندي من الريسبتور إلى السنسوري سنتر، وهو أخذ جزء من البريفرال نيرف بتاع الأناتومي وجزء من السنترال نيرفوس سيستم بتاع الأناتومي. يبقى السنسوري بارت أوف نيرفوس سيستم فروم فيسيولوجيكال فيو هيشمل عندي السنسوري ريسبتور، الأفرنت نيورون اللي هي السنسوري نيورون، والسنسوري سنتر. خلي بالنا احنا كده أخدنا جزء من البريفرال نيرفوس سيستم بتاع الأناتومي وجزء من السنترال نيرفوس سيستم بتاع الاناتومي، وهما الاثنين بيشاركم في السنسيشن. يبقى انا خدتهم هما الاثنين جزء بريفر وجزء سنتر من الاناتومي. يبقى انا ببص للفانكشن ايا كان مين اللي بيؤدي الفانكشن، هل هو بريفرال نيرفوس سيستم تبع الاناتومي او سنترال نيرفوس سيستم تبع الاناتومي. يبقى السنسوري بارت ده مسؤول عن استقبال السنسيشن بدايه من السنسوري ريسبتورز وانتهاء عند sensory centers. طيب الموتور بارت اللي هو مسؤول عن وتنفيذ الاوردرز، هيرسل اوامر للفيكتور اورجانز، ده هتكون بدايته فين؟ بدايته في الموتور سنتر. يطلع الافرنت نيورون هي موتور نيورون اللي هو موتور اكسون، ينتهي بالنيرف تيرمينالز عند الافكتور
organ، ده الموتور part of nervous system. يبقى physiological classification، one of the physiological classifications، أقدر أقسم الجهاز العصبي according to the function into sensory part and motor part. sensory part مسؤول عن استقبال السنسيشن، هينقل السنسيشنز من الريسبتورز to the sensory centers. ونعرف هنا ان في عندنا كذا نوع من انواع السنسيشنز، في عندي somatic sensations و visceral sensations و spatial sensations. somatic sensations اللي هي بتتنقل من السوما، من الجسم كله، skin subcutaneous tissue muscles التندونز البون، الجسم كله باستثناء الفيسرا. الفيسرا هي الأحشاء الداخلية. فيسرا ده هينقل لي اسمها فيسرال سنسيشنز، السنسيشن بتنقل من الفيسرا، من الاستومك، من الانتستين، من أي حاجة موجودة جوه عندي في الأحشاء الداخلية، الهارت، الليفر، الأورجنز اللي جوه كلها، دي اسمها فيسرال سنسيشنز. زائد السبيشال سنسيشنز اللي هي الحواس الخاصة، الفيجن، الهيرنج، الأولفاكشن، التيست، دي حواس خاصة. يبقى السنسوري بارت بينقل سنسيشنز من ريسبتور لسنسوري سنترز، ويشمل كذا نوع من السنسيشنز. سوماتيك سنسيشنز دي من الجسم كله باستثناء جزء بسيط اللي هي الفيسرال سنسيشنز، اللي هي السنسيشنز اللي بتوصل من الفيسرا من الأحشية الداخلية، والسبيشال سنسيشنز اللي هي الحواس الخاصة اللي بتتنقل بالكرينيال نيرفس، اللي هي الفيجن، الأولفاكشن، الهيرنج، التيست. الموتور بارت قلنا بينقل اوردرز من موتور سنتر لإفكتور أورجان، مرورة طبعا بالإفكتور نيورون اللي هي الموتور نيورون. وده ممكن أقسمه لموتور بارت بيعمل كنترول لفولنتري موفمنتس أو فولنتري أكشنز، ده بسميه سوماتيك بارت. طبعا ده الجزء اللي هيدي سبلاي للسكيليتال ماسلز، العضلات الإرادية، بقدر أتحكم فيها فولنتري إراديا. يبقى الجزء الموتور اللي بيعمل كنترول للفولنتري موفمنتس، فولنتري يعني إرادي، بيعمل كنترول للحركات الإرادية، بسميه سوماتيك بارت، سوماتيك موتور. يعني في عندي سوماتيك سنسيشن، تمام؟ يبقى في سوماتيك سنسيشنز اللي هي السنسيشنز اللي بتنقل من الجسم كله باستثناء الفيسرا والسبيشال سنسيشن، دي بسميها سوماتيك سنسيشنز. لكن السوماتيك موتور دي الاوردرز اللي ده جزء الموتور من الجهاز العصبي اللي بيقدر يعمل كنترول للفولنتري موفمنتس، يعني يتحكم في حركه الفولنتري ماسلز، السكيليتال ماسلز. الحركه بتاع السكيليتال ماسلز بتاعتي بتتم عن طريق السوماتيك موتور بارت اوف نيرفس سيستم، اللي هي موتور نيورونز وصلت لافكتور اورجان هو سكيليتال ماسل، ده السوماتيك بارت. وفي جزء تاني من الموتور بيعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس، ده بسميه اوتونوميك بارت. Involuntary movements زي حركة مثلا السموث ماسلز أو الكاردياك ماسل أو الأوردرز اللي بتوصل للجلاندز، الجلاندز مثلا السليفري جلاند بتطلع السكيشن بتاعها بسبب أوردر وصلها من نيرف. النيرفز اللي بتعمل كنترول لـ Involuntary movements سواء كانت سموث ماسل، بلاد فيزلز مثلا، أو انتستين، أو الكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل بيوصلها أوتونوميك سبلاي عن طريق السمباثيتك والفيجاس أو العصب الحائر او جلاندز. الجزء ده بسميه اوتونوميك بارت اوف ذا موتور نيرفس سيستم. يبقى تاني فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا فانكشنز، عندنا سنسوري بارت وموتور بارت. السنسوري بارت مسؤول عن استقبال السنسيشنز من الريسبتورز يوصلها للسنسوري سنترز، وده بيشمل سوماتيك سنسيشنز من الجسم كله باستثناء الفيسرا، فيسرا سنسيشنز، والسبيشال سنسيشنز اللي هي الفيجن والالفاكشن والهيرنج والتيست. الموتور بارت مسؤول عن نقل الاوردرز من الموتور سنترز للافكتور اورجان. الافكتور اورجان ده ممكن يكون ماسل، سكيليتال، او كاردياك، او سموث ماسل، او ممكن يكون جلاند. لو بينقل الاوردر ده للسكيليتال ماسل معناها ان هو هيعمل كنترول لفولنتري موفمنت، حركة إرادية. الجزء ده بسميه سوماتيك بارت اوف ذا موتور نيرفس سيستم. لو بينقل الاوردر ده لسموث ماسل او كاردياك ماسل او جلاند معناه ان هو بيعمل كنترول لانفولنتري موفمنت، لان التحكمات في السموث او الكاردياك او جلاند غير إرادية، ما اقدرش اتحكم في حركة
blood vessels او حركه الانتستين، ما اقدرش اتحكم في حركه الهارت، ما اقدرش اتحكم في جلاند ان انا ازود السكريشن او اقلل السكريشن. الكنترول ده كله involuntary control. الجزء من الجهاز العصبي اللي بيعمل الكنترول في involuntary movements ده اللي بيسميه autonomic part. يبقى عندنا تاني الفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن الاولانيه، بقسم الجهاز العصبي لسنسوري بارت وموتور بارت. السنسوري يشمل سوماتيك سنسيشنز، فيسرال سنسيشنز، سبيشيال سنسيشنز، والموتور بارت يشمل سوماتيك بارت اللي بيعمل كنترول للفولنتري موفمنتس، واوتونوميك بارت بيعمل كنترول للان فولنتري موفمنتس. طيب عايزين نعرف الاجزاء السنسوري والموتور في الجهاز العصبي عشان تبقى سهل علينا بعد كده ان انا ابقى عارف الجزء ده تبع السنسوري ولا تبع الموتور. يعني عندنا مثلا السباينال كورد. السباينال كورد لو انا خدت مقطع في السباينال كورد، السباينال كورد في نيرف سيلز وفي اكسونز. النيرف سيلز الخلايا العصبيه، السيل بودي نفسه بيبان جراي مطر، والاكسونز بتبان كوايت مطر. لان الجراي مطر في السباينال كورد تبقى واخده الاتش شيب اللي في النص ده، الاتش شيب اللي في النص ده الجراي مطر، تجمع من النيرف سيلز. الاكسونز موجوده في الجزء الخارجي اللي هي الوايت مطر. الوايت مطر ديت متقسمه لكولمز، والجراي مطر اللي هي الاتش شيب متقسمه لهورنز. هورنز قرون. الهورنز في منها الفنترال، فنترال هورن والقرن الامامي موجود انتيريور، والدورزال هورن هو الخلفي او البوستيريور، ولاترال هورن هو الجانبي. دي كلها الجراي ماتر. جراي ماتر اللي هي اتش شيب الموجوده في السباينال كورد سيكشن. اتش شيب ده بنقسمه الهورنز. الهورنز على حسب مكانه موجود فين، قدام في الانتيريور بسميه الفنترال هورن، ورا البوستيريور بسميه الدورزال هورن، لاترال بسميه اللاترال هورن. اللاترال هورن ده مش موجود في كل السباينال سيجنس، موجود فقط في الثوراسيك واللمبر والساكرال. موجود في الثوراسيك واللمبر والساكرال سيجنس. طيب الهورنز ديت على حسب مكانه يكون اقدر اعرف هو سنسوري ولا موتور. الدورزال هورن ده موجود فيه سنسوري سيلز. الدورزال هورن ده السيلز، النيرف سيلز اللي موجوده فيه كلها سنسوري نيرف سيلز. طيب الفنترال هورن السيلز اللي موجوده فيه كلها موتور سيلز، والموتور سيلز ديت تبع السوماتيك، يعني بتعمل كنترول في الفولنتري موفمنتس. يعني الاكسونز بتاعتها هتوصل لفين؟ هتوصل للسكيليتال ماسلز، يعني دي اللي بيتحكم في السوماتيك بار، ده اللي بيعمل كنترول للفولنتري موفمنتس. الخلايا العصبيه الاساسيه بتاعته المذر سيل بتاعته موجوده فين؟ موجودة في الفنترال هورن. طيب اللاترال هورن، اللاترال هورن هو كمان موتور نيورونز، لكن موتور نيورونز بتعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس اللي هو الاوتونوميك بارت. يبقى السباينال كورد لو اخدت سيكشن فيه لان الجري مطر اتش شيب في النص، اتش شيب ده بقسمه لدورزال هورن سيلز، لاترال هورن سيلز، فنترال هورن سيلز. الدورزال هورن سيلز سنسوري سيلز، سنسوري نيورونز. اللاترال هورن سيلز والفنترال هورن سيلز هما الاثنين موتور، لكن الفنترال سوماتيك يعني بتعمل كنترول للفولنتري موفمنتس، واللاترال اوتونوميك يعني بتعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس. ده بالنسبه للجراي ماتر. الوايت ماتر في السباينال كورد دي عباره عن اكسونز، الاكسونز بتاعت النيرف سيلز بتبقى ماشيه في الوايت ماتر، هي دي اللون الابيض، لكن النيرف سيلز هي زي ما قلنا الجري مطر. الوايت مطر دي بتتقسم لكولمز، كولمز اعمده اللي موجوده ورا بوستيريور دي بسميها دورزال او البوستيريور كولم، اللي موجوده قدام بسميها الفنترال كولم، اللي موجوده في الجنب بسميها اللاترال كولم. لو بصينا للجهاز العصبي نظرة عامة شوية من ناحية الفانكشنز، هنلاقي ان المين سنسوري بارت هو السوماتيك سنسيشنز، لانها بتنقل السنسيشنز من الجسم كله باستثناء جزء بسيط اللي هو عبارة عن الفيسرال سنسيشنز والسبيشال سنسيشنز. يبقى على مستوى السنسيشنز
السنسوري بارت المين بارت اوف سنسوري هو السوماتيك سنسيشنز، بالاضافه لجزء بسيط من السنسيشنز هو الفيسترال والسبيشال سنسيشنز. طيب وعلى المستوى الموتور، على مستوى الموتور المين كنترول بيحصل بالسوماتيك بارت اللي هو بيعمل كنترول للفولنتري موفمنتس عن طريق السكيليتال ماسلز. ونسبه السكيليتال ماسلز في جسمك قد ايه مقارنه بالسموس والكاردياك والجلاندز؟ طبعا السكيليتال ماسلز هي المين بالك اوف ذا بودي، وبالتالي المين فانكشن على مستوى الموتور هي الفانكشن اوف سوماتيك موتور بارت. تمام. بالاضافه الجزء الباقي بقى ما تبقى من الموتور والاوتونوميك نيرفس سيستم اللي بيعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس. يبقى وبالتالي فيسيولوجيكالي انا ممكن اقسم الجهاز العصبي زي ما التشريح شاف ان السنترال بارت او المين بالك كاستراكشر للنيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد، الفيسيولوجي هيبص للمين بارت اوف نيرفس سيستم هو الجزء اللي بيأدي اكبر وظيفه في الجهاز العصبي هو ايه؟ هو السوماتيك، لان عندي السوماتيك سنسيشن مغطي معظم السنسيشنز والسوماتيك موتور هو اللي بيغطي معظم الموتور. يبقى لو انا حبيت اشوف المين بارت في الجهاز العصبي اللي بيأدي المين فانكشن جزء الاكبر من وظائف الجهاز العصبي، لان اللي بيقوم بالمين فانكشنز للجهاز العصبي هو السوماتيك بارت. السوماتيك بارت جزء السنسوري وجزء الموتور، زي ما قلنا السنسوري هو الجزء اللي بينقل سنسيشنز من كل الجسم باستثناء الفيسرا والسبيشال سنسيشنز، وجزء الموتور السوماتيك موتور هو الجزء اللي بيعمل كنترول للفولنتري موفمنتس، بيبعت اوردرز للسكيليتال ماسلز. لان السوماتيك بارت اوف نيرفس سيستم هو اللي شايل معظم وظائف الجهاز العصبي، هو اللي بيأدي معظم الوظائف، وبالتالي from physiological view ده الجزء اللي هقول عليه ال CNS في الفسيولوجي. يعني جينا قلنا هندرس ال CNS من الفسيولوجي، يبقى انا اقصد ان انا هندرس السنسوري سوماتيك والموتور سوماتيك. الجزء ما تبقى بقى هو الاوتونوميك بارت، الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده ما تبقى من الموتور، هو بيعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس. يعني في الفسيولوجي لما هنيجي ندرس الجهاز العصبي طبعا بناخد مقدمة عن النيرفس والاجزاء والتيشوز، وبعد كده ندرس السي ان اس. السي ان اس مقصود بيه في الفسيولوجي السوماتيك سنسوري والسوماتيك موتور، سوماتيك سنسوري والسوماتيك موتور. وبعد كده بندرس الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم بقصد بيه موتور بارت اوف نيرفس سيستم responsible to control involuntary movements. ما تبقى اللي هو السبيشال سنسز، سبيشال سنسز بندرسها منفصله لوحدها. احنا بندرس النيرفس سيستم مقدمه عن النيرفس والاكزايتابل تيشوز عموما، بعد كده نتكلم عن السي ان اس من فيسيولوجيكال فيو اللي هو السوماتيك سنسوري والسوماتيك موتور، بعدين نتكلم عن الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو البارت موتور بارت كنترول فولان ان فولانتري موفمنت، بعد كده نتكلم على ما تبقى من السنسيشنز اللي هي السبيشال سنسيشنز والفيسرال سنسيشن، ممكن نذكرها مع السوماتيك سنسيشن لا تعتبر جزء بسيط جدا في النيرفس سيستم. يعني خلاصه الكلاسيفيكيشن اوف نيرفس سيستم، عندنا الاناتوميكال كلاسيفيكيشن سي ان اس يشمل البرين والسباينال كورد، وبريفرال نيرفس سيستم يشمل الكرينيال نيرفس ال 12 بيرز والسباينال نيرفس ال 31 بيرز. والفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف نيرفس سيستم نقسمه لسي ان اس اللي هو عباره عن السوماتيك سنسوري والسوماتيك موتور، والاوتونوميك نيرفس سيستم ده جزء من الموتور بيعمل كنترول للانفولنتري موفمنتس والسبيشال سنسيشن. نبدأ كلامنا في النيرفس سيستم بمقدمة عن الإكزايتابل تيشوز اللي هي النيرف أند المسل. النيرف عايزين نعرف عنه البروبيرتس، خصائص النيرف إيه اللي بيميزه، ليه قلت عليه إكزايتابل تيشو. الإلكتريكال تشينجز الاستجابات الكهربية اللي بتحصل في النيرف اللي اسمها أكشن بوتنشال،
والتغيرات اللي بتحصل في النيرف في أثناء انتقال أو انتشار الأكشن بوتنشال، هي changes accompany propagation of nerve impulse. nerve impulse هو الأكشن بوتنشال. نبدأ بالproperties of the nerve، خصائص النيرف. أول خاصية تميز الـ excitable tissues عموما النيرف أو المصل هي الـ excitability، القدرة على الاستجابة. يبقى المقصود بالـ excitability هي الـ ability to respond to stimuli، قدرة على الاستجابة للمنبهات. النسيج اللي بيستجيب للاستيمولس ده بسميه excitable tissues، اللي هي عندنا في الجسم بتاعنا النيرفس أو المصلز. طيب إيه أنواع الاستيمولاي أو المنبهات اللي ممكن النيرف أو المصل يستجيبوا لها؟ أنواع الاستيمولاي اللي ممكن النيرف أو المصل يستجيبوا لها ممكن يكون electrical stimulus، ميكانيكال ستيمولس او كيميكال ستيمولس او ثيرمال، تغير في التمبريتشر، تغير في الموفمنت بريشر مثلا على النيرف او المصل، كيميكال تشينج، تغير في نسبه الاكسجين او السي او 2، الكتريكال تشينجز، تغير في الكهربيه، دي مثلا الكتريكال ستيمولس. دي كلها تغيرات او ستيمولاي تاثر لي على النيرف او المصل وتخليه يديني ريسبونس. ايه الريسبونس اللي النيرف او المصل يقدر يديها لي؟ النيرف او المصل بيستجيب للاستيمولاي ديت في صوره اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده عباره عن الكتريكال تشينجز بيحصل لها بروباجيشن في النيرف او المصل، تغيرات كهربيه تحصل في الممبرين بتاع النيرف او المصل وتغطي النيرف كله من اوله لاخره، او تغطي المصل كلها من اولها لاخرها. التغيرات الكهربيه الالكتريكال تشينجز او الميكانيك او الاكشن بوتنشال او النيرف امبلس، دي كلها مسميات لنفس الحاجه، الكتريكال تشينجز هي الاكشن بوتنشال، هي النيرف امبلس. التغيرات الكهربيه دي كلها بيحصل معاها تغيرات في الاكزايتابيلتي، يعني لو انا اديت ستيمولس جديد في اثناء النيرف او المصل لسه تحت تاثير الاستيمولس الاولاني، الاكزايتابيلتي هل هتستجيب نفس الاستجابه ولا الاستجابه هتبقى اقل هتبقى اعلى؟ ده اسمه تغير في الاكزايتابيلتي، اكزايتابيلتي تشينجز في اثناء البروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. كمان في اثناء البروباجيشن اوف اكشن بوتنشال انا ممكن احتاج اي تي بي، محتاج اي تي بي، محتاج مصدر طاقه، محتاج اكسر جلوكوز او اكسر فاتي اسيد عشان احصل على مصدر الطاقه الاي تي بي، وبالتالي يحصل ميتابوليك تشينجز. طالما كسرت مصدر مصادر الطاقه وحصلت على اي تي بي يبقى اكيد في هيت برودكشن، يبقى في ثيرمال تشينجز. نضيف على كده ان المسلز بيحصل فيها ميكانيكال تشينجز، بيحصل فيها كونتراكشن، طبعا ده مش هيحصل في النيرف لان النيرف ما فيهوش كونتراكتايل اليمنتس. يبقى تاني اكزايتابيلتي از ابيلتي اوف تيشو تو ريسبوند تو ستيمولاي، يعني ايه ستيمولاس؟ ستيمولاس ده تشينج، تغير صادم بيحصل في الانفايرمنت. التغير ده ممكن يكون الكتريكال، كيميكال، ميكانيكال، ثيرمال. الاستيمولس بينبه الاكزايتابل تيشوز اللي هي النيرف او المصل انها تعمل الكتريكال تشينجز. ايه هي الالكتريكال تشينجز؟ دي تغيرات في كهربيه النيرف او المصل اسمها اكشن بوتنشال او نيرف امبلس. طبعا ده موضوع هنتكلم عليه بالتفصيل محاضره كامله، الكتريكال تشينجز ان ذا نيرف او المصل هو الاكشن بوتنشال. الالكتريكال تشينجز ديت بتبقى مصاحبه بتغيرات في الاكزايتابيلتي، في الميتابوليزم، في التمبريتشر، وميكانيكال تشينجز دي خاصه بالماسلز اونلي ما بتحصلش في النيرف. طيب احنا كده عرفنا انواع الاستيمولاي، الكتريكال، كيميكال، ميكانيكال، ثيرمال. اي نوع من انواع الاستيمولاي ديت على حسب شدته ممكن يكون ثريشولد ستيمولس او سب ثريشولد ستيمولس او سوبرا ثريشولد ستيمولس. ثريشولد ستيمولس دي اقصد بيها المينيمال انتنستي، يعني اقل شده من الاستيمولس لازم النيرف يتعرض لها عشان يديني اكشن بوتنشال، عشان يديني ريسبونس لازم يتعرض للثريشولد ستيمولس. ده اقل نوع من الاستيمولس، اقل شده من الاستيمولس لازم النيرف يتعرض لها علشان يديني ريسبونس ويعمل اكشن بوتنشال. طيب لو انا اديت ستيمولس شدته اقل من الثريشولد ده هسميه سب ثريشولد ستيمولس، بما ان الثريشولد ده كان المينيمال اللي انا محتاجه عشان احصل على ريسبونس، بالتالي السب ثريشولد اللي هو شدته اقل من الثريشولد ده مش هيديني ريسبونس. استيمولس واحد بس اضعف من المينيمم يبقى ده مش هيديني ريسبونس. طيب السوبرا ثريشولد، سوبرا ثريشولد ده استيمولس اقوى من الثريشولد، بما ان الثريشولد المينيمال ستيمولس
اداني ريسبونس يبقى كده الاقوى منه السوبرا ثريشولد هو كمان هيديني ريسبونس. يبقى الاستيمولاي اكوردنج تو انتنسيتي يا اما ثريشولد ستيمولس ده المينيمال ستيمولس ريكوايرد تو جيف ريسبونس يا سب ثريشولد ستيمولس ده شدته اقل من الثريشولد لو ستيمولس واحد بس مش هيديني ريسبونس يا اما سوبرا ثريشولد ستيمولس ده شدته اقوى من الثريشولد وده هيقدر برضو يديني ريسبونس. الخاصية التانية اللي بتميز النيرفس هي الكوندكتيفيتي. وانس ان النيرف امبرس او الاكشن بوتنشال حصل له جنريشن النيرف امبرس دوت مش بيبقى مقتصر على نقطة واحدة من النيرف، لا ده بينتشر ويغطي للنيرف كله ياخده لحد نهايته. يبقى once nerve impulse is generated it will be conducted along nerve fiber هيغطي النيرف فايبر لحد ما يوصل للنيرف تيرمينالز. طيب نوع الكوندكشن ده بيختلف على حسب نوع النيرف فايبر، هل هو مايلينيتد ولا ان مايلينيتد. احنا عارفين ان المايلينيتد نيرفس ده النيرفس اللي عليها شوان شيس اللي في خلايا اسمها شوان سيلز. شوان سيلز ديت بتبقى فلات، ممكن تتخيلها كده زي الورقه، ورقه حطيت عليها القلم ولفيت الورقه حوالين القلم، القلم دوت هو النيرف. الشوان سيلز هي الورقه، ورقه بتلف على النيرف، تبقى السيلز فلات، السيل ممبرين بتاعها هو اللي بيلف يغطي لي النيرف يعمل لي المايلين شيز. يعني المايلين شيز دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن لفات من الشوان سيلز هي اللي لفت على النيرف وغطته. المايلين شيز ده بيعتبر مادة عازلة، يعني مش هيحصل في الجزء المتغطي بالمايلين شيز ده مش هيحصل فيه electrical changes. امال electrical changes بتتنقل ازاي في المايلينيتد نيرف؟ بتتنقل من نودز الاماكن الفاضية بين المايلين شيز. عندنا اماكن بتبقى عبارة عن جزء مايلينيتد وجزء صغير ان مايلينيتد بين المايلين شيز اسمه نود اوف رانفييه. النود اوف رانفييه هو ده الجزء اللي بيحصل عنده الاكشن بوتنشال ويتنقل باي جامبنج فروم نود تو نود فروم نود تو نود يتنقل باي جامبنج. ده فين؟ ده في المايلينيتد نيرف، لان زي ما قلنا ان المايلين شيز ده مادة عازلة مش هيحصل في المنطقة بتاعت النيرف المتغطية بالمايلين شيز مش هيحصل فيها الكتريكال شينجز. يبقى الكوندكشن اوف اكشن بوتنشال يتوقف، نقل الاكشن بوتنشال بيتوقف على نوع النيرف، هل هو مايلينيتد حواليه مايلين شيز او ان مايلينيتد. لو النيرف مايلينيتد الكوندكشن يبقى نود تو نود باي جامبنج. الجامبنج ده انا بسميها سلتاتوري كوندكشن، سلتاتوري كوندكشن. يبقى كوندكشن في المايلينيتد نيرف اسمه سلتاتوري كوندكشن، هو كوندكشن باي جامبنج فروم نود تو نود. لكن في الان مايلينيتد نيرفس، في النيرفس اللي مفيش حواليها مايلين شيز، هنا النيرف كله بيحصل فيه الكتريكال تشينجز، فكوندكشن هنا بيبقى بوينت تو بوينت، كل نقطه بتسلم النقطه اللي جنبها، فبسميه سويبنج كوندكشن. كان هنا بيحصل مسح للنيرف من اوله لحد اخره، لازم هنا يحصل الكتريكال تشينجز للنيرف كل الممبرين بتاع النيرف من اول الممبرين من اول النيرف لحد ما يغطي نهايه النيرف ويوصل للنيرف تيرمينالز. يبقى نوع الكوندكشن في الان مايلينيتد بسميه سويبنج كوندكشن، بوينت تو بوينت كوندكشن. لكن الكوندكشن في المايلينيتد نيرف بسميه سلتاتوري كوندكشن او كوندكشن باي جامبنج فروم نود وفروم في تو ذا نيكست نود وفروم في. اكيد طبعا الكوندكشن في المايلينيتد اللي هو باي جامبنج هيكون اسرع من الكوندكشن باي سويبنج بوينت تو بوينت، يعني عشان اعمل استيميشن لكل النيرف لكل نقطة على السيل ممبرين بتاعت النيرف اكيد هاخد وقت اطول من ان انا اعمل جامبنج فروم نود تو نود. يبقى المايلينيتد نيرف كوندكشن فيه يكون اسرع بكتير من الان مايلينيتد نيرف، لان الكوندكشن في المايلينيتد نيرف يحصل سلتاتوري جامبنج فروم نود فروم في تو زاذر نود فروم في، لكن في الان مايلينيتد نيرف بيحصل الكوندكشن سويبنج كوندكشن بوينت تو بوينت كوندكشن، فبياخد وقت اطول. الخاصية الثالثة اسمها اول اور نون لو، دي خاصية بتميز النيرف according to all or none law. هنقول ان النيرف
either respond maximally or not respond at all. إما إن هو يديني الماكسيمال ريسبونس أو مفيش استجابة. معنى كده إن الاستجابة بتاعة النيرف هي الأكشن بوتنشال، والأكشن بوتنشال له شكل واحد فقط، مفيش ويك أكشن بوتنشال وسترونج أكشن بوتنشال، هو نفس الأكشن بوتنشال سواء اديته سترونج ستيمولس أو اديته سوبرا ثريشولد ستيمولس هيديني نفس الأكشن بوتنشال. نيرف either respond maximally or not respond at all. لو اديت النيرف ثريشولد ستيمولس هيديني الماكسيمال ريسبونس اللي هو الاكشن بوتنشال، لو اديت النيرف سب ثريشولد ستيمولس نو ريسبونس نو اكشن بوتنشال، لو اديت النيرف سوبرا ثريشولد ستيمولس هيديني نفس الاكشن بوتنشال اللي حصلت عليه من الثريشولد ستيمولس. لكن انا هنا لازم اقول بروفايدد ذات، لازم هنا في شرط ان مفيش اي عامل خارجي بيأثر لي على الاكزيتابيلتي اوف ذا نيرف، يعني الاكزيتابيلتي كونستنت، الاكزيتابيلتي القدرة على الاستجابة ما اتغيرتش. طالما القدرة على الاستجابة بتاعت النيرف مفيش أي عامل خارجي أثر عليها، الثريشولد هيديني أكشن بوتنشال، السوبرا ثريشولد هيديني نفس الأكشن بوتنشال، السب ثريشولد نو ريسبونس مفيش أكشن بوتنشال خالص. زي ما احنا شايفين هنا السب ثريشولد ستيمولاي ما وصلتش الأكشن بوتنشال، ما عملتليش النورمال أكشن بوتنشال، عملت لوكال ريسبونس انتهت فيد مش هيحصلها بروباجيشن في النيرف. اديت ثريشولد ستيمولس اداني اكشن بوتنشال، زودت الانسيس شويه واديت سوبرا ثريشولد ستيمولس اداني نفس الاكشن بوتنشال، زودتها اكتر اداني نفس الاكشن بوتنشال، زودتها اكتر اداني نفس الاكشن بوتنشال. يبقى الريسبونس بتاعت النيرف هي الاكشن بوتنشال، هو ده الماكسيمال ريسبونس اوف ذا نيرف. احصل على الريسبونس ديت بثريشولد ستيمولس او بسوبرا ثريشولد ستيمولس. يبقى نيرف either respond maximally طبعا by action potential or not respond at all. القانون ده خاص بالسنجل نيرف فايبرز. يعني ايه خاص بالسنجل نيرف فايبرز؟ يعني النيرفز تختلف في الاكزيتابيلتي بتاعتها. يعني مثلا ممكن يبقى نيرف الثريشولد بتاعه 5 ملي فولت، نيرف تاني الثريشولد بتاعه 7 ملي فولت، نيرف تالت الثريشولد بتاعه 4 ملي فولت. فالنيرفز بتختلف عن بعضها في الثريشولد ستيمولس نفسه، لكن النيرف الواحد، نيرف واحد بس لوحده، نيرف واحد لو قلت لك مثلا الاكزيتابيلتي بتاعه 5 ملي فولت هتديله 6 هيديك نفس الاكشن بوتنشال، 7 نفس الاكشن بوتنشال، 8 نفس الاكشن بوتنشال، اديته 3 ملي فولت مش هيديك ريسبونس. يبقى السنجل نيرف فايبر اوبي اول اور نون لو، لان السنجل نيرف فايبر لو مفيش حاجه غيرت في الاكزيتابيلتي بتاعته الثريشولد بتاعه ثابت، هتديله ثريشولد ستيمولس هيديك اكشن بوتنشال، سوبرا ثريشولد ستيمولس هيديك نفس الاكشن بوتنشال، لو قللت واديته سب ثريشولد ستيمولس مش هيديني ريسبونس نو اكشن بوتنشال. يبقى اول اور نون لو از اوبيد باي سنجل نيرف فايبر. وزي السنجل نيرف فايبر السنجل موتور يونت، الموتور يونت ديت عباره عن مجموعه من الموتور فايبرز لسكيلت المصل لها نفس الاكزيتابيلتي. طالما ليها نفس الاكزيتابيلتي يبقى هي مشتركه في الثريشولد، طالما نفس الاكزيتابيلتي يبقى نفس الثريشولد، هتديها الثريشولد هيديك اكشن بوتنشال، هتزود عن الثريشولد هيديك نفس الاكشن بوتنشال، هتقلل عن الثريشولد مش هيحصل ريسبونس. الكاردياك ماسل هي كمان اوبي اول اور نان لو. ليه؟ لان الكاردياك ماسل زي ما قلنا قبل كده متصله مع بعضها بجاب جانكشنز، فهيحصل تغير الكتريكال تشينج في وان كاردياك ماسل هيتنقل لكل الكاردياك ماسلز، وبالتالي هم كلهم متفقين في الاكزيتابيلتي، هم كلهم لهم نفس الاكزيتابيلتي، لذلك الكاردياك ماسل اوبي اول اور نون لو. يونيتري سموث ماسل ده نوع من انواع السموث ماسل، بيبقى فيه السموث ماسل فايبرز متصله ببعضها بجاب جانكشنز، يعني النوع ده شبه الكاردياك ماسل. يونيتري سموث ماسل شبيهة بالكاردياك ماسل في ان هي الماسل فايبرز متصلة مع بعضها بجاب جانكشنز، فهي كلها مع انها ماسل فايبرز كتير لكن اكت از وان ماسل فايبر. يبقى تاني ايه هما الاكزايتابل تيشوز ذات اوبي اول اور نون لو، يعني بينطبق عليها الاول اور نون لو؟ هي السنجل نيرف فايبرز والسنجل موتور يونت. ليه قلت هنا سنجل
نيرف فايبر وسنجل موتور يونت، لان النيرف فايبرز بتختلف في الاكزايتابيلتي بتاعها. لو اتنين نيرف فايبرز جنب بعضهم واديتهم 5 مللي فولت، الخمسة مللي فولت دي ممكن تكون ثريشولد لواحد فيهم وسب ثريشولد للتاني، فيديني اكشن بوتنشال واحد. لو زودتها شوية خليتها 7 مللي فولت هتتنبه لي الاتنين، لان انا وصلت مثلا للثريشولد بتاع النيرف التاني. يبقى النيرف فايبرز تختلف في الثريشولد بتاعتها، مش شرط الثريشولد بتاع وان نيرف فايبر هو نفس الثريشولد بتاع النيرف فايبر التاني اللي جنبه. نفس الكلام بالنسبة للسكيتال ماسلز. السكيتال ماسلز متقسمة بمجموعات، كل مجموعة لها ثريشولد او لها اكزايتابيلتي خاصة بيها. كل مجموعة من النيرف من الماسل فايبرز بسميها موتور يونت، موتور يونت متفقة في الاكزايتابيلتي، لها نفس الاكزايتابيلتي. يبقى الاكزايتابيلتي ذات اوبي اول اور نان لو سنجل نيرف فايبر وسنجل موتور يونت، اللي هي مجموعة الماسل فايبرز اللي لها نفس الاكزايتابيلتي، والكاردياك ماسل واليونيتري سموث ماسل، لان هما الاتنين مع انهم مجموعة من الفايبرز لكن متصلين مع بعض بجاب جنكشنز، فبيشتغلوا as one unit كأنها muscle fiber واحد فقط. طيب في عندنا اجزاء تابلوتش تانية don't obey all or none law. يعني ايه don't obey all or none law؟ يعني لو زودت شدة الاستيمولس هتزيد الريسبونس. ده بيشمل مين؟ النيرف ترانك اللي هو المسل فايبر المالتي يونتس سموث ماسل. النيرف ترانك، النيرف ترانك دوت اللي هو حزمة النيرف، نيرف كبير فيه نيرفز كتير موجودة جواه. النيرفز الكتير اللي موجودة جواه ديت زي ما اتفقنا انها مختلفة في الاكزايتابيلتي. يعني لو اديت ثريشولد لوان نيرف ده ممكن يكون سب ثريشولد لباقي النيرفز، وبالتالي الريسبونس هتكون وان اكشن بوتنشال، فتكون الريسبونس ضعيفة. لكن لو انا زودت شدة الاستيمولس انا هغطي ثريشولد لاكتر من نيرف، فتكون الريسبونس مور ذان وان اكشن بوتنشال، فتكون الريسبونس اقوى. زودت الشده بتاع الاستيمولس اكتر، اغطي الثريشولد بتاعت كل النيرف فايبرز الموجود عندي في النيرف ترانك، وبالتالي هحصل على ريسبونس اكبر. نفس الكلام في الهول سكيتال ماسل. السكيتال ماسل از هول احنا هنا متقسمه لحزم من الماسل فايبرز، كل حزمه ليها نفس الاكزايتابيلتي. طب لو انا اديت ثريشولد لحزمه واحده بس منهم وكان سب ثريشولد الباقي السكيتال ماسل فايبرز، هيديني ويك كونتراكشن ويك ريسبونس. لو زودت شده الاستيمولس هيعمل هيغطي الثريشولد بتاعت اكتر من 1 موتور يونت، فهيعمل استيميشن لمور ذان 1 يونت اوف موتور ماسل فايبر، فيحصل لي سترونج كونتراكشن. هدي استيمولس شدته اعلى، سوبر ثريشولد استيمولس اقوى واقوى لحد ما اغطي كل الماسل فايبرز، هيديني السترونجست كونتراكشن. نفس الكلام المالتي يونتس سموث ماسل، ده النوع الثاني من السموث ماسلز، دوت شبيه بالسكيتال ماسل. الماسل فايبرز فيه منفصلة عن بعضها، مفيش جاب جانكشنز بينها، وبالتالي بتختلف في الاكزايتابيلتي وبتعامل معاملة السكيتال ماسل. فالنوع دوت كل ما هزود شدة الاستيمولس كل ما هغطي، كل ما احصل على ريسبونس اقوى، لان انا غطيت ثريشولد بتاع الماسل فايبرز عدد اكتر. تاني كلام all or none law، nerve either respond maximally or not respond at all provide الذات، بشرط ان مفيش فاكتور خارجي بيأثر على الاكزايتابيلتي. ايه هي التيشوز اللي بتتبع الاور نال لو؟ الاكزايتابل تيشوز ذات اوبي اول اور نال لو سنجل نيرف فايبر سنجل موتور يونت، لان اتفقنا ان النيرف فايبرز والماسل فايبرز بيختلفوا في الاكزايتابيلتي، كل فايبر له الاكزايتابيلتي الخاصه بيه. كاردياك ماسل ويونيتري سموث ماسل، النوعين دول متصلين مع بعض بجاب جانكشنز، فمع انهم خلايا كتير لكن بيعاملوا كانهم خليه واحده بس، لان وجود الجاب جانكشنز بينقل الالكتريكال تشينجز من الماسل فايبر للماسل فايبر اللي جنبه، فبتغطيها كلها في نفس الوقت، فتعتبر كلها ليها نفس الاكزايتابيلتي. الاكزايتابيلتي ذات نوت اوبي اول اور نان لو نيرف ترانك، لانه بيشمل حزمه من النيرفس والنيرفس بتختلف عن بعضها في الاكزايتابيلتي. هول سكيتال ماسل، لانها برضو مجموعه ماسل فايبرز مختلفه عن بعض في الاكزايتابيلتي. مالتي يونت سموس ماسل، لانه برضو مجموعه من الماسل فايبرز مختلفه عن بعض في الاكزايتابيلتي ومفيش جاب جانكشنز موجوده بينها. الخاصيه اللي بعد كده اسمها سميشن. سميشن يعني التجميع. احنا متفقين ان الثريشولد ستيمولس
بينجح انه يعمل اكشن بوتنشال بالسوبرا ثريشولد ستيمولس، يقدر يعمل نفس الاكشن بوتنشال، لكن السب ثريشولد ستيمولس مش هيقدر يعمل اكشن بوتنشال. الكلام ده according to all or none law. نيرف ايز ريسبوند ماكسيمالي، يستجيب اقصى استجابه اللي هي الاكشن بوتنشال بثريشولد او سوبرا ثريشولد، اور نوت ريسبوند ات اول بالسب ثريشولد ستيمولس، مش هيدي ريسبونس. طيب السب ثريشولد ستيمولس لو انا اديت تتابع منه، يعني اديت ستيمولس بعد واحد تاني وتالت ورابع وخامس لكن كلهم سب ثريشولد ستيمولاي، هل ممكن ينجحوا ان هم يعملوا اكشن بوتنشال؟ المفروض ان السب ثريشولد ستيمولس بيعمل لوكالايزد تشينج في النيرف، بسميها لوكال ريسبونس او لوكال اكزيتاتوري ستيت، يعني عمل تغير بسيط في النيرف لكن التغير ده بيبقى لوكالايزد على المنطقه اللي انا اديتها الاستيمولس، لانه مش هيقدر يعمل اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال هو اللي بيحصل له بروباجيشن ويغطي لي النيرف كله. لكن اللوكال ريسبونس اللي بتحصل بالسب ثريشولد ستيمولس ديت مش هتقدر تعمل بروباجيشن، هتقل تقل لحد ما تختفي، وبالتالي ديت ما اقدرش اسميها ريسبونس لانها مش اكشن بوتنشال، ما انتشرتش وغطت النيرف كله. طيب ده بالنسبه لسنجل سب ثريشولد ستيمولس، ستيمولس واحد فقط سب ثريشولد، اقل من الثريشولد هيفشل ان هو يديني اكشن بوتنشال، لكن هيعمل لوكالايزد تشين، تغير ضعيف جدا في الممبرين بوتنشال. طيب دلوقتي الخاصيه الجديده دي اللي هي السميشن، لو انا اديت فريكوانسي تتابع من السب ثريشولد ستيمولاي بحيث ان المسافه بين كل اتنين ستيمولاي في التتابع ده تكون شورت بيرد، مسافه قصيره جدا حوالي نص ملي سكند، يبقى المسافه بين كل اتنين ستيمولاي في الفريكوانسي في التتابع اللي انا بديه من السب ثريشولد ستيمولاي ده اقل من نص ملي سكند. ليه اخترت الوقت القصير ده؟ عشان كل ستيمولس يقع قبل ما تاثير الاستيمولس اللي قبله ينتهي. لو اللوكال ريسبونس اللي هي بسبب السب ثريشولد ستيمولاس ديت قلنا انها ويك ريسبونس، فيري ويك ريسبونس، ما وصلتش انها ما وصلتش مستوى الاكشن بوتنشال، لو هي لوحدها كده واتاخرت كتير عنها التاثير دوت بيتلاشى بالتدريج ويختفي ولا اي تاثير. طيب لو انا لحقتها بستيمولاس جديد برضه سب ثريشولد لكن قبل ما تاثيرها ينتهي، يعني حصل تغير في الممبرين بوتنشال وبعدين نزل تاني رجع للنورمال ستيت، اتاخرت السب ثريشولد التاني اللي بعده عمل تغير في الممبرين بوتنشال ورجع تاني للنورمال ستيت. طيب لو انا قربت المسافة بين الاتنين ستيمولاي دول بحيث ان الاستيمولاس ده التاني هيقع قبل ما تأثير الاستيمولاس السب ثريشولد الاولاني ده ينتهي، يعني في اعلى قمة تأثير السب ثريشولد الاستيمولاس الاولاني هدي السب ثريشولد التاني. هو ده المقصود بالسميشن، ان انا بعمل تجميع للوكال ريسبونسز للوكال اكزيتاتوري ستيتس، تأثيرات ضعيفة من السب ثريشولد الاستيمولاي، هجمعها كلها مع بعض لحد ما اوصل للليفل اللي اقدر بيه احصل على اكشن بوتنشال. ان انا هدي فريكونسي تتابع من السب ثريشولد ستيمولاي، المسافه بين الاستيمولاي تكون قصيره جدا حوالي نص ملي سكند، اقل من نص ملي سكند، بحيث ان تاثير السكند ستيمولاس وقع في اثناء ما كان تاثير الفيرست سب ثريشولد ستيمولاس موجود، فحصل سمشن للاثنين، حصلت على نتيجة تساوي ضعف الاتنين، كأني بالظبط اديت استيمولاس ضعف السب ثريشولد استيمولاس. طب انا بدي فريكونسي بدي تتابع، يبقى معناه ان تأثير كل سب ثريشولد استيمولاس من دول هيحصل له تراكم على اللي قبله، تراكم على اللي قبله لحد ما اوصل للليفل اللي يقدر النيرف منه يوصل لانه يعمل اكشن بوتنشال. ده انا مقصود بالسميشن، ان انا قدرت من تتابع، خلي بالنا مش استيمولاس واحد بس، لان لو استيمولاس واحد فقط سب ثريشولد ده استحالة يقدر يوصل لان هو يعمل اكشن بوتنشال، لان هو نو ريسبونس هتحصل، مش هيحصل ريسبونس بسببه، هيحصل لوكال اكزيتاتوري ستيت تتلاشى. لكن لو انا لحقته بفريكونسي، لحقته بتتابع من السب ثريشولد ستيمولاي بيفصلهم وقت قصير بحيث ان تاثير كل ستيمولس يقع في اثناء ما تاثير الاستيمولس اللي قبله كان موجود قبل ما يتلاشى، يحصل تراكم للتاثيرات الضعيفه دي كلها، التراكم التأثيرات الضعيفه ديت كلها هيوصلني
للمستوى اللي يقدر بيه النيرف يعمل اكشن بوتنشال، ده اللي بسميه الصميشن. جمعت تأثيرات ضعيفة كل واحد منهم لوحده سيبريتلي لا يرقى المستوى ان هو يقدر يعمل اكشن بوتنشال. انا جمعت التأثيرات الضعيفة دي كلها على بعضها بان انا قصرت الوقت بين السب سيشن ستيمولاي، فحصل تجميع لللوكال اكزايتاتوري ستيتس، التأثيرات الضعيفة بتاعت كل الستيمولاس سيبريتلي ديت اتجمعت كلها على بعضها وصلتني للمستوى اللي النيرف يقدر معاه يعمل الاكشن بوتنشال، وقدرت احصل من السب ثريشولد فريكونسي، ولا السب ثريشولد ستيمولس واحد، قدرت احصل من الفريكونسي اوف سب ثريشولد ستيمولاي، قدرت احصل منه على اكشن بوتنشال. الخاصيه اللي بعد كده اسمها ادابتيشن او اكوموديشن او تكيف النيرف. دلوقتي لو انا اديت جالفانيك ستيمولس، جالفانيك ستيمولس اللي هو تيار ثابت اللي هو التيار بتاع البطاريه، عكس الفارادك ستيمولس، الفارادك كارنت اللي هو التيار المتردد بتاع الكهرباء. لو اديت النيرف جالفانيك ستيمولس، عملت ستيميوليشن للنيرف، النيرف هيديني ريسبونس. لو ده كان ثريشولد ستيمولس، ثريشولد ستيمولس، النيرف هيديني ريسبونس في صورة اكشن بوتنشال. طيب لو انا سبت الاستيموليتور موجود على النيرف، يعني اديت ستيمولس وفضل كونتينوس كارنت فلو ان ذا نيرف، هل النيرف هيفضل يديني فريكونسي من الاكشن بوتنشالز؟ لا، النيرف يحصل له ادابتيشن، بيتعود على الكرنت فلو طالما كونستانت فلو، زي بالظبط وانت راكب العربيه. وانا راكب العربيه امتى بحس بحركه العربيه؟ لو انا طلعت فجاه او فرملت فجاه او زودت سرعتي في اثناء ما انا ماشي، لكن طول ما انا ماشي واخد صوره العربيه انا مش حاسس بحركه العربيه. نفس الكلام النيرف امتى هيستجيب للاستيمولاس؟ اول ما بقفل الدايره هيحصل كارنت فلو، اول لما بفتح الدايره هيحصل ريسبونس برضو للنيرف. لو انا غيرت شده الاستيمولس في اثناء الفلو، في اثناء ما الاستيمولس كان موجود غيرت الانتنسي بتاعت الاستيمولس هيحصل فلو. غير كده النيرف يحصل له ادابتيشن، متكيف على الكونستانت كارنت فلو. طالما الفلو بتاع الكارنت ثابت ما غيرتش شده الاستيمولس والتيار ثابت في النيرف، النيرف بيحصل له ستيموليشن at make في اثناء قفل الدايره، at break في اثناء فتح الدايره، او لو حصل sudden increase في الانتنسيتي. لكن طول ما الكرنت ثابت في النيرف، النيرف عنده adaptation، مش هيحصل اي response، مش هيحصل action potential جديد. لو حصل برضو gradual increase، لو انت زودت سرعه العربيه بطيء بالراحه كانت 80 خليتها 85، طالما الزياده بطيئه برضو النيرف هيحصل له adaptation على الزياده الجديده البطيئه ديت، مش هيحصل response. الريسبونس بتحصل at make في اثناء قفل الدايره، at break في اثناء فتح الدايره، او لو حصل sudden increase in the intensity of stimulus في اثناء current flow. اخر خاصيه عايزين نعرفها عن النيرف اللي هي الانفاتيجابيلتي، النيرف ما بيتعبش مهما اديته من الاستيمولاي، النيرف ما بيتعبش. الخاصيه دي ممكن نثبتها ازاي؟ لو انا عملت بلوك للنيرف، كيميكال بلوك مثلا، حطيت لوكال انستيك على النيرف، وبعدين اديت فريكوانسي من الاستيمولاي، فريكوانسي من الثريشولد ستيمولاي، الثريشولد ستيمولاي يعني هيحصل بسببها استجابه واكشن بوتنشالز كتير. طيب شيل البلوك وبعدين ادي ستيمولاس تاني جديد وسجل الاستيمولاس بعد ما كان البلوك، سجل الريسبونس، هنيجي نسجل الريسبونس بعد ما كان البلوك هنلاقي اكشن بوتنشال عادي تسجل عليه. معناها ايه؟ معناها ان البلوك اللي انت كنت حاططها ديت الجزء اللي انت اديته فريكوانسي من الاستيمولاي ده ما حصلش فتيج، بدليل انك لما شلت البلوك انا قدرت اسجل اكشن بوتنشال جديد بعد ما كان البلوك. معناها ان الجزء ده مع اني اديته فريكوانسي كبير جدا من الاستيمولاي ما حصلش فيه فتيج، وحصل بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال واتنقل للنيرف فايبر اللي ما كانش حاصل فيه اي اكشن بوتنشال بسبب البلوك اللي كانت موجوده. تمام، معنى كده ان النيرف ما بيتعبش مهما اديته من الاستيمولاي. بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة كمقدمة بسيطة عن النيرف والبروبرتيز، خصائص النيرف، كمقدمة عن الاكزايتابل تيشوز. ان شاء الله المرة الجاية نكمل الاكشن بوتنشال، يا ريت يعني نركز شوية في مذاكرة النيرف اللي هو محتاج شوية تركيز، واي حاجة مش مفهومة نسأل فيها على طول، وانا تحت امرك في اي وقت، اي حد عايز نعيد اي جزء تاني نعيد اللي انتوا عايزينه. شكرا لكم.